اوكي chapter 4 هتكلم على ال business reporting وال visual analytics اللي هو visualization of reports معنا صح هو business performance management. In this chapter you will understand or you will know how to what is the business reporting or the definition of business reporting and understand its historical evolution. Also you will be able to understand the power of business reporting, the importance of data information visualization, and learn the different types of visualization techniques. Also after this chapter you should be able to appreciate the value of visual analytics and know the capabilities and limitations of dashboards. Dashboards are nominal reports, and then understand the nature of business performance management and describe the basic elements of balance scorecards, which is another type of report. So, business reporting. الريبورت معناه النهارده الريبورت بيديني انفورميشن. طبعا انا لما باجي اطلع تقرير عن حاجه معينه اذا مش بطلع الرو داتا اللي عندي لا المفروض الانفورميشن تبقى حاجه جديده باخد الداتا بعمل عليها نوع من البروسيسنج فتظهر لي بشكل انفورميشن جديده تساعدني او تساعد النهارده المانجمنت او الاند يوزر ان ميكينج ديسيجنز. فان جنرال لو انا عايز اعرف الديفينيشن بتاعت الريبورت ايه؟ اتس ا كوميونيكيشن artifacts prepared to convey specific information. يعني هي حاجة النهاردة بعمل لها communication to end users in order to convey أو أوصل نوع من المعلومات المعينة. الريبورت ليه كذا function. أول حاجة إن هو لازم ينشور proper departmental functioning. يعني النهاردة وأنا بطلع report للفاينانشال ديبارتمنت يبقى خاص بالفاينانشال ما احطش marketing على sales على finance. And the report book لازم يساعد النهارده ال financial department مثلا في ان هي تحسن من شغلها. The report must برضه also provide information, provide results of an analysis. يعني لو في analysis معينه تم تنفيذها لازم يديني results analysis بقى لل performance بتاعت البيزنس في خلال الشهور اللي فاتت وهكذا فيديني results بتاعت analysis دي. كمان لازم الريبورت على اساسه ناخد we need to take action. يعني لو النهارده في مشكله عندي فالريبورت ده هيظهر لي فbased on this report we need to act وكمان to create an organization memory اللي هو المقصود بيها هنا النهارده يبقى في ذاكره للمنظمه او للمؤسسه توريك النهارده مثلا الشهر كذا كان الريبورت بتاع سيلز كان في هذا المستوى والشهر اللي بعديه كان الريبورت بتاع سيلز في هذا المستوى etc. طيب ده عموما in general كلمة reporting أو كلمة أو definition of report. Business report يبقى طبعا أنا بطلع report إيه regarding business matters. يعني لو زودنا كده business يبقى report ده خاص بالبزنس. The purpose بتاع business report is to improve managerial decisions. ده الهدف طبعا. السورس بتاع report النهارده بيبقى جاي data from inside and outside the organization. طبيعي ان الداتا بلمها يا اما من داخل الشركه يا اما من الخارج مثلا زي داتا بتاعت سبلايرز او وات ايفر وزي ما شفنا النهارده الداتا دي بعد كده بنحمل لها لودنج في مكان معين فاذا يوزنج الاي تي ال بروسس تو اكستراكت ترانسفورم اند لود من خلاله بقدر اطلع او بعديه يعني بقدر اطلع الريبورت. الفولدر بتاع الريبورت بيبقى شكل يا اما تكست عاديه يا اما تيبلز يا اما جرافس او تشارتس. How to distribute report. الريبورت ممكن يكون مطبوع او في شكل ايميلات او في شكل ان انا ببعته على الانترنت بتاعت الشركه على طريق المرسل بتاعها. In general الريبورت مكون business report مكون من كذا خطوه. اول حاجه الداتا اكوزيشن يبقى النهارده لازم يكون عندي داتا الداتا دي او رو داتا فاقدر اوصل لها. بعد كده من الداتا دي اطلع information من الانفورميشن دي هتساعدني ان انا اخد decision making والديسيشن ميكينج هيغير في البروسيس بتاع الفانكشن اللي انا على اساسها طلعت الريبورت. In general لو عايزين نشوفوا اللوب اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي حالا هي data acquisition information generation decision making process management ادي الجراف اهو. فزي ما انتم شايفين النهارده this is my organization فيها different business functions marketing sales production finance whatever. طيب النهارده ال ال ال
كل فانكشن عندها الاوبريشنال سيستم بتاعها فبترمي الداتا فيه. ف this is the data collected from different functions. الداتا دي بتدخل على كده ريبوزيتوري بنسميها داتا ريبوزيتوري اللي هم الداتا وير هاوس بمعنى اخر. من الداتا وير هاوس بطلع ريبورتس بتعمل هنا النهارده انفورميشن ريبورتس. اوكي الانفورميشن دي بتروح للديسيجن ميكر عشان ياخد الدرايف ديسيجن وعلى اساس قراره النهارده بياخد اكشن خاص بالبزنس فانكشن اكشن اللي هو يغير حاجه معينه في البزنس فانكشن. فبالتالي اللوب زي ما انتم شايفينها كله بيأثر على كله. It's a cycle actually. طيب what is the key to any successful report؟ طبعا لازم الريبورت يكون clear، لازم يكون brief اللي هي brevity اللي هو ما يبقاش النهارده انا بطلع ريبورت فيه عباره عن قصه طويله، لا لازم يكون to the point، لازم يكون complete ولازم يكون correct. طيب ايه types of reports اللي عندنا؟ ممكن الريبورت يكون informal فزي يعني الريبورت غير رسمي، زي بقى النهارده ببعت letter من قسم لقسم من مدير قسم لقسم اخر او ميمو. ميمو دي تبقى تعتبر مثلا تقول ايه يا جماعه في ميتنج كمان ساعتين فنبعت ميمو. ممكن يكون شكل الريبورت يبقى formal، ففي الحاله دي بيبقى الريبورت بقى شكله يتراوح بقى from 10 to 100 pages. لازم يكون لي كفر ولازم يكون اعمله زي سمري في الاول كده عشان اليوزر اللي بيقرا يقرا السمري بعد كده في التفاصيل. ده طبعا التكست بتاع الريبورت. يجي بعد كده عندي الشورت ريبورت اللي هو النهارده ممكن بيطلع في الرياضي كل بقى يوم كل كام ساعه كل اسبوع وكفر. الريبورت ده بيبقى دايما انفورماتيف بيدي معلومات معينه اند بيكون عارف انفستيجيتيف. لو انا النهارده عندي مشكله انا ام انفستيجيتيف ذيس بروبلم بيقول لي النهارده الحاجات الفاكتورز المحيطه بهذه البروبلم او اسبابها. طيب الـ types of business reports، الـ types of business reports أو نوع من الـ reports اسمه matrix management reports. طيب الـ matrix management report دوت matrix يا جماعة يعني النهاردة حاجة بتساعدني for measuring the performance. طيب فأنا النهاردة نوعية الـ report دي it helps manage business performance through matrix. يعني النهارده بيطلع لي ريبورت في شويه كده equations او matrix that helps me to evaluate the business performance. فدي النهارده بتبقى example ليها matrix دي اللي هي الكي بي ايز اللي هي key performance indicators. طبعا لو انتوا النهارده ليكوا علاقه شويه بالبزنس فخليني اقول لكم طبعا كل مجال في الدنيا ليه كده النهارده اقدر اماجر الكواليتي اوف برفورمانس او البرفورمانس بتاعته عامله ازاي. اكزامبل مثلا لو في البرودكشن ديبارتمنت ممكن اخد عدد ساعات الورك ليبر اوكي واقسمها مثلا على عدد المنتجات اللي تم انتاجها في خلال هذه الساعات واقسمهم على بعض ويطلع لي مثلا برودكتيفيتي ريت. يبقى ده كي برفورمانس انديكيتور. The higher the productivity rate, the better it is on the performance. The lower the productivity rate, the lower the performance. Example تاني مثلا مثلا ال ال في السيل مثلا ممكن اخد البروفيت اللي انا طلعته من او مع صح السيل ماينس الحاجات اللي فاضله لي اللي هي بسمها الانفنتوري واعمل لها ديفيجن باي حاجه معاها تديني مثلا كي بيرفورمنس انديكيتور للسيلز بتاعت الماركت او بتاعت الشركه. كي بيرفورمنس انديكيتور يعني هو معناه ان هو مؤشر اساسي او ليا اقدر من خلاله اقدر اراجل البيرفورمنس. طبعا في كل مجال ان كان بقى في كي بيرفورمنس انديكيتور للماركتنج ديبارتمنت للفاينانس ديبارتمنت للسيلز ديبارتمنت تمام حتى للايديوكيشن. يعني النهارده ممكن احسب اشوف عدد الطلبه اللي دخلوا الكورس اقسمهم على عدد الطلبه اللي سحبوا نفسهم من هذا الكورس كده اقدر اشوف يعني يمكن الكورس ده كان صعب او عدد الطلبه اللي نجحوا مقارنه بعدد الطلبه اللي مثلا failed in the course. دي كلها indicators. طبعا الكي بيرفورمانس indicators دي بنسميها for internals. ليه انترنال؟ المقصود بيهم ان هو ناس شغاله داخل الشركه هو ايدر بقى يعني ناس مختصه او المانجرز اللي هم داخل الشركه. هل النهارده الكي بيرفورمنس انديكيتورز الريبورت دي
بتشوفها الناس مثلا مستثمرين في الشركه، لا في حاجات شبهها اسمها اس ال اي، دي بتبقى مخصصه فور اكسترنال انفسترز. زي مثلا لو الشركه دي عرض نفسها عرض اسهم، فالنهارده انا عايزه اقرر اشتري اسهم في الشركه دي ولا لا based on the performance reports اللي بتطلعها الشركه، ما تبقاش بنفس التفاصيل طبعا. كمان الميتريك مانجمنت ريبورت دي بتستخدم، اكيد سمعتوا عن السيكس سيجما قبل كده. السيكس سيجما دي بتبقى بتستخدم اكتر في الـ تبع التوتال كواليتي مانجمنت، زي هي ممكن تعملي كان جوجل تفهموها اكتر. It's nice for you to know بس طبعا you will not be asked about it. بتبقى طريقة to measure the quality of مثلا the production department of the supply department etc. تمام؟ فالميتريك ريبورت دي بتستخدم في السيكس سيجما وكمان بتستخدم في التي كيو ام التوتال كواليتي مانجمنت. طيب ايه النوع التاني من الريبورت؟ عندي حاجة اسمها داشبورد ريبورت. داشبورد اكنها بالظبط اكنها بتبقى صفحة واحدة زي ما نقول بورد، زي سبورة كده، بقسمها إلى أجزاء مختلفة وكل جزء يمثل لي تشارت أو جرافيكال ريبريزنتيشن بتديني بتشرح لي مثلا كي بيرفورمانس انديكيتور معين أو بتوصف لي بيرفورمانس بتاعة حاجة معينة. هديكوا أوريكوا شكل على طول. ده مثلا شكل داشبورد، واخدين بالكم هي صفحة واحدة بس الصفحة دي متقسمة إلى إلى خمس أجزاء. الجزء الأولاني لو احنا عملنا زوم شوية بيديني ال بيوري المارجن، تاني واحد بيوري الإكسبنسز، تالت واحد بيوري الريفينيو، هنا بيوري السيلز ديستريبيوشن على الجيوغرافيكال أريز، هنا بيوري زي بيستخدم بارامتر بيستخدمه بيقول support expenses and other operation expenses، فبيديك معلومات متنوعة كلها خاصة بإيه بحاجة معينة. اللي قبليه مثلا اوكي ماشي، احنا عندنا عملت لكم انا موسيقى في الباك جراوند. عندنا هنا في كول سنتر داشبورد، ده داشبورد للكول سنتر، فالنهارده يهمه مثلا يشوف في الداشبورد كذا حاجه معينه في نفس الوقت، زي الايجنتس اللي بيكلمهم مثلا، النمبر اوف كولز، الريت اوف كولز. لو نزلنا تحت شويه بيوري هنا الافريج سبيد اوف انسر، هنا بيوري النمبر اوف كولز، مش عارفه ايه اتس، يبقى كذا حاجه في نفس ايه في نفس المكان. نرجع تاني، طبعا هدخل بالتفصيل شويه في الداشبورد بعد كده، لكن بس انا كنت عايزاكم تشوفوا شكلها. ثالث نوع من الريبورتس اللي هو اسمه بالانس سكور كارد تايب ريبورت. البالانس سكور تايب ريبورت دايما بيتكلم على ايه يا جماعه؟ بي انكلود التايب اوف ريبورت ذات انكلود انفورميشن او انديكيتورز على الفاينانس، فاينانشال انديكيتورز، كاستمر انديكيتورز، business process and business process، واخر حاجه learning and growth indicators. يبقى اي balance scorecard لازم يكون فيه هذه الايه التقسيمه financial customer business process and learning and growth indicators. فلو حبينا نشوف برضو شكله عامل ازاي، فادي شكل البيزنس برضو هندخل فيه بالتفاصيل بعدين، بس this is the balance scorecard. بيدي النهارده ايه الobjectives اللي كان عندنا حاطينها احنا للفاينانشال فاينانشال اوبجكتيف، ايه الميجرز اللي احنا بنقيس عليها الاوبجكتيف، ايه اللي احنا وصلنا التارجتس اللي احنا كان المفروض نوصل لها، وادي الانشيتيف شرحوا بيعملوا في الكاستمرز في الانترنال بزنس بروسيس، واخيرا في الليرنينج اند جروث. وده كله بيعمل زي سايكل، ان كل واحد بيأثر على الثاني. هندخل بالتفاصيل بعد كده في الباك سكور كارد، بس again this is how it looks like. طيب يبقى these are the three types of business reports. يجي بعد كده ندخل في components of business reporting systems. طبعا انا لو انا عندي reporting system
الريبورتنج سيستم ده ايه مكوناته او ايه الخطوات اللي لازم النهارده يكون موجوده عندي عشان اطلع ريبورت فروم ذا سيستم. طبعا اول حاجه لازم يكون عندي او ال سي بي. ايه هو الاو ال سي بي؟ اللي هو الاونلاين ترانزكشن بروسيسنج، اللي من خلاله اقدر اعمل سيلكت للديتا او انسرت او ديليت او ابديت او وات ايفر. يبقى لازم عندي يكون في سيستم حصل اوريدي من خلاله دخول للديتا. السيستم ده ممكن يكون في شكل اي ار بي سيستم، ممكن يكون في شكل برودكشن اوبريشن سيستم، ممكن يكون في شكل ويب، اي حاجه، اي سيستم موجود وخلاص. طيب بعد كده بيبقى النهارده عندي حاجه اسمها داتا سبلاي. يبقى I should be able to او my system should be able to provide okay to provide me with data في اي وقت باي variety and at any volume وفي اي سرعه. طيب once طب ده بيتطلب ايه النهارده؟ بنطلب النهارده ان بما ان عندي اوريدي داتا ستور او اوبريشن داتا بيس سيستم، فممكن النهارده استخدم الاي تي ال بروسيس. لو انا عايزه بقى اجمع داتا من كذا مكان، لو الاكستراكشن والترانسفورم واللود، احط الداتا اللي انا جمعتها دي واحطها في مكان واحد اسمه داتا ستورج. بعد كده طبعا لازم يكون عندي بزنس لوجيك. البزنس لوجيك ده النهارده اللي من خلاله اقدر اطلع الفورس. يعني النهارده ما ينفعش احط واحد بتاع اي تي يا جماعه فقط هو اللي يبقى مسؤول عن الريبورتنج سيستم، لا، لان انا النهارده لا، هو مش فكره بس ان هو اي تي، لا، لازم يكون كمان بيفهم في البيزنس. عايز اقول له مثلا عايزه فاينانشال ريبورت، عايزه ماركتنج ريبورت، عايزه سيلز ريبورت، لا، فلازم يكون في بيزنس لوجيك بيستخدم. ولازم يكون طبعا السيستم او الريبورتنج سيستم بتاعي فيه بابليكيشن ميديوم من خلاله اقدر اوزع ريبورت او انشر ريبورت للاند يوزرز المختلفين. واخيرا لازم يكون في اشورنس ذات ماي ريبورت از كوركت اند كومبليت. طيب نيجي بعد كده ندخل على الـ Data Information and Visualization. طبعا Visualization معناه النهارده ايه؟ It's using visual representations to explore or make sense of and communicate data. يعني النهارده انا ممكن اوصف الداتا بشكل تيبل، شكل تكست، او في شكل جرافس اللي هي بنسميها Visualization. في فرق بين الـ Data Visualization يا جماعه versus Information Visualization. بمعنى ايه؟ لو انا جيت النهارده قلت ايه، طلع لي ريبورت بيقول لي مثلا الجريد بتاع الستودنت في كورس الدي اس اس، هل ده النهارده عملت اي بروسيسنج للانفورميشن؟ لا، ده هو مجرد شكل على الداتا بيس، يطلع اساميكم، يطلع الاي دي نمبر بتاعكم، ويطلع ايه الجريد اللي انتم خدتوها في الكورس ده. السيمبل اس جراف. فده بنسميه يعملها لي بقى بشكل تيبل، يعملها لي بشكل جراف او شارت، مفيش مشاكل. بس ده اسمه داتا فيجواليزيشن، ما عملتش اي بروسيسنج يا جماعه، انا مجرد عملت سيلكت فروم داتا بيس. امال ايه بقى الانفورميشن فيجواليزيشن؟ لو جيت قلت لكم طيب شوف لي بقى النهارده ال عدد او قارن لي النهارده الريبورت يوريني مستوى الطلبه اللي هم نجحوا مقارنه بمستوى الطلبه او الاي ستودنتس مقارنه بالبي ستودنتس مقارنه بالسي ستودنتس اتسترا. او النهارده اقول له طلع لي قارن لي البرفورمانس بتاع الستودنتس في الكورس ده بالبرفورمانس بتاعت نفس الستودنتس في كورس اخر. يبقى لا، القصه النهارده اصبحت ايه؟ في بقى كالكوليشنز وفي مانيبيليشن للديتا، يبقى اصبحت تحولت الى نوع من الانفورميشن الجديد. In general information معناها aggregation، لان احنا النهارده ممكن نعمل فيها نجمع او نحط calculations او اي processing. Summarization and contextualization of data، بحط الداتا في context جديد مختلف. طبعا بما ان انا بالنسبه وانت ذكرت information، يبقى النهارده هيكون في عندي graphics، ممكن يكون scientific visualization، ممكن يكون statistical graphics. يعني اقول له ايه، طلع لي distribution بتاعه الطلبه الناجحين، عدد الطلبه الناجحين او الديستريبيوشن بتاعت الجريد بتاعت الستودنتس مثلا. اوكي، بعد كده عندي النهارده البريف هيستوري اوف داتا فيجواليزيشن. طبعا الداتا فيجواليزيشن من زمان جدا وهي موجوده على فكره. لو تفتحوا كتب القديمه خالص البريك بتاعت اللي هي كانت بتشرح مثلا الجرافيتي او وات ايفر، كانوا دايما كانوا بيشرحوها برسومات خفيفه. الماثيماتكس كانت من زمان جدا، والنهارده اللي هي بيسموها بمعنى صح الالجبرا، كان النهارده بتمثل في شكل والجيومتري كانت بتمثل في شكل جراف او لاينز او وات ايفر. فاكشلي داتا فيجواليزيشن ديتس باك تو ذا سكند سنشري، يعني شوفوا من لغايه القرن الثاني. Most developments have occurred in the last two and a half centuries. التطورات الأخيرة حصلت فقط
في ال 2 and half lost centuries. والنهارده لغايه قريب جدا it was recognized as a discipline. يعني دايما كان يقول لك ايه مثلا الداتا مايننج، بعمل داتا مايننج يبقى داخل معاها فيجولوجي، بعمل مثلا داتا بيز اناليسيز اوكي طلع لي شويه ريبورتس وشويه شارتس مش مشكله. يبقى كان اصبح هو كان جزء مع او جزء منتمي الى اي ديسبلين اخر. حاليا اكشن الفيجواليزيشن لوحدها اصبحت ديسبلين قائمه بذاتها، ففي ناس تعب مثلا رسائل ماجستير ودكتوراه في الفيجواليزيشن فقط لان القصه كبيره. و most popular visual forms date back to a few centuries. يعني الحاجات الجديدة مجرد لسه طالعة في الايه؟ السنتريز الأخيرة. طيب الصورة اللي انتم شايفينها دي يا جماعة بتوريكم أول باي تشارت اتعملت في يعني في العالم. كانت سنة 1801 شايفين من زمن من زمان جدا. طبعا هي مش شكل باي تشارت ولكن النهارده هو الشخص اللي هو عملها اسمه ويليام بلاي فير. هو استخدم الفكرة ايه؟ ان هو النهارده في تقسيمة للكيرف وعمل الوان مختلفه فكانها ايه في نفس فكره الايه الباي تشارت. اوكي بنسميه ايه the first line and باي تشارت. طيب الصوره الثانيه دي بيرجع تاريخها ل 1812 ودي النهارده كانت معموله عشان تشرح اللي هو توزيع الجيش بتاع نابليون ساعتها. فالنهارده دي بيسموها تعتبر يعني اكتر او اشهر من اشهر الشارت دي هي مالتي دايمنشنال. حد هيقول لي طب فين المالتي دايمنشنز؟ هو اكشلي لان هو عامل النهارده مش اكس واي اكسس فقط، هتلاقوا ان هو الشارت دي فيه كذا حاجه في كذا معلومه فيها التوزيع بتاع الجيش الشكل بتاع كده. في جراف تحتاني اضافي كمان ال زي في شايف مش حاجه شبه كانها ايه السكنات بتاعتهم مختلفه. بتوصف الشارت من كذا دايمنشن او من كذا اتريبيوت. طيب ان جنرال الفيجواليزيشن ابتدت عموما في 1900 كان دايما في شكل ايه شكل ثابت وفيري فورمال. كان التركيز دايما بيبقى على الكالر والسكيلز والليبلز، يعني ان هو بيحط المسميات كلها على الشارت. ومن اشهر الكتب اللي اتعملت في الفيجواليزيشن كانت ساعتها اللي هي سيمولوجي جرافيك. في ال 2000 ابتدت تظهر الانترنت، والانترنت يعني معتمده اساسا على حاجات كتير جدا اللي هي بتدي الانفورميشن في شكل جرافيكس او شارت بشكل فيجواليزيشن ان جنرال. فابتدت النهارده تعمل زي ثقافه للناس يعني على الفيجواليزيشن، مش بس دايما كل حاجه اصبحت في تكست. كمان النهارده اصبح عندنا حاجه اسمها انيميشن 3 دي جرافيكس فيرتشوال وورلد. عندكم مثلا في الجامعه بيعملوا لكم لو دخلتوا في الويب سايت في الهوم بيج في حاجه اسمها فيرتشوال تور. اوكي ريل تايم داتا فيد كل الحاجات دي. يعني ريل تايم داتا فيد المقصود بيها النهارده ان الجراف نفسه يبقى انتر اكتف، يعني اغير نقطه اغير فاليو يبقى الجراف يتغير ساعتها قدامي. فبالتالي كل ده كان في 2010 لسه الله اعلم ايه الحاجات الجديده اللي هتطلع علينا. عموما التايبس اوف شارت بتبقى اللاين شارت انتوا عارفينه طبعا اللي هي بنشتري فيه لاينز او كيرفز. البار شارت هقول لكم الاسامي لو في حاجه انتوا واقفين فيها او مش عارفينها تقولها لي على طول. الباي شارت اللي هي بتبقى دايره ومتقسمه بنسموها بتقسمها لاجزاء معينه في different colors. الكاتر بلوت كنت طلبت منكم في الداتا مايننج بروجكت اسمه سكاتر بلوت اللي هو كان بيقارن لي دايما ال values of different attributes. يعني الاكس مثلا الاكس اكسس تعتبر attribute، الواي اكسس هتعتبر second attribute، وباخد النقط اللي في الاكس والنقط اللي في الواي وارسمهم على هذه السكاتر بلوت بشوف بقى هل نقط اكس بعيده عن نقط واي، هل هما متداخلين مع بعض اتسترا. البابل شارت هو نفس فكره السكاتر بلوت بس 3D. other types of chart are specialized اللي هو الهيستوجرام. الهيستوجرام هو البار chart بس النهارده مع اختلاف ان انا دايما الرينج بتاع الاكس اكسس في الهيستوجرام ثابت، يعني بقول مثلا من 10 20 20 30 30 40 اتسترا. عندي برضو الجانت chart بعمل رينج معين. يعني الجانت chart عملته مشروع تخرج فالنهارده الجانت chart بيوريني بيشرح لي مين لو انا عندي مثلا مشروع
فالمشروع ده بقسمه الى تاسكس، وبشوف مين الشخص، كل شخص بيعمل انهي تاسك، وكل تاسك بتاخد وقت قد ايه. فلو تاسك 1 بتاخد مثلا 1 داي، تاسك 2 بتاخد 3 دايز. فالجان شارت بيسميها لي في شكل هوريزونتال بارز، والمقاس بتاع كل بار هو عدد الايام اللي او الساعات او وات ايفر اللي بتاخدها التاسك عشان تخلص. البيرت شارت هي برضه بتستخدم في البروجكت مانجمنت. الاضافه فيها بس ان هي كمان بتعمل تشوف العلاقه بين التاسكس وبعضها. الجيوغرافيك ماب كلنا شفنا النهارده، يا فتحنا اطلس يا فتحنا الجوجل مابس، دي كلها تعتبر جيوغرافيك مابس. البولت جراف بيستخدم دايما في النهارده في الجي بي اس، اللي انا احط شكل بولت على لوكيشنز معينه. الهيت ماب شفناها قبل كده في الكورس اللي فات في داتا مايننج، اللي هي بتبقى النهارده شكل خريطه، ويديكي مثلا اللون الفوق لون احمر، حته من جزء معين لون احمر، جزء تاني لون برتقاني، جزء تاني في الخريطه لون اخضر، فده بيوريك الحراره وتوزيعها في اللوكيشنز المختلفه. واخر حاجه التيبلز. اوكي، شو ستوب ات ذيس بوينت هير، لان الجزء الثاني ايه يعني topic جديد اللي هو the emergence of data visualization and visual analytics، فلازم نعرف ندخل بقى في visual analytics ان شاء الله. ودي هنشوفها ان شاء الله يوم في الفيرتشوال سيشن يوم الاربعاء باذن الله. Any questions so far؟ Any questions؟ اوكي، يبقى اشوفكم ان شاء الله في المحاضره بتاعتنا اللي هي امتى يا جماعه؟ انا بنسى، يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. تمام كده؟ اوكي، شكرا جزيلا، سلام ان شاء الله. السلام عليكم.